تمت ابتسام تسكت يوم الجمعة حفلة كبيرة في الجناح المغربي في القرية العالمية في دبي. وبما ان دي اول مرة تزور فيها دبي فصبحي قابلها في السيتي ووك وكان هو التور جايد بتاعها. يا جماعة اول مرة ابتسام تيجي على دبي صح؟ اول مرة. اوكي عشان هيك انا قررت انه اخذها هيك بجولة بالسيتي ووك ونتفرج على الرسمات الكانفاس الـ 3D. وجمال هالرسومات خلانا نرجع أولاد صغار. ومن بعد ما عشنا اللحظة قررنا نتمشى وندردش. ابتسام عندكم فانز وراكم يعني جيش صح؟ الحمد لله من فضل الله أكيد، يعني لولاهم أنا ما كنتش غادي نكون. يعني أنا اليوم عم بستغرب إنه أنت عندك 1 million point something right؟ على الانستغرام مزبوط. وبعدك لسه 3 أغاني 4 أغاني عندك مزبوط. يعني في فنانات كبار عندهم ألبومات ما عندهم هذا الرقم. الحمد لله هو الألبومات والرصيد الفني مهم، ولكن أنه أنا كان يعني عندي 2 بس 2 وكنحاول قد ما قدرت نعطيهم، يعني ضروري الرصيد الفني مهم. صح. والملايين كمان حققتها أغنيتها الأخيرة منك ولا مني يلي صار شايفها أكثر من 7 مليون شخص. منك ولا مني ما بقيش هممني سيدي لا تعذبني اللي بيني وبينك سادة. الحمد لله ما شاء الله 7 مليون. 7 مليون اوكي. انت منزله قبل لما كانت لسه 3 مليون، هلا صاروا 7 مليون. باي ذا انا بخليها هيك، يعني بخليها خليني نشوف بعد مده، ما بحب كل شوي نشوفها ونلاحظ شحال تزادت من فيوز. وهالنجاح خلى الفانز والصحافي يتوقعوا انها رح تصور منك ولا مني فيديو كليب. الغنيه حتصوريها فيديو كليب صح؟ منك ولا مني اخر غنية؟ لا رح صور فيديو كليب اغنيه ثانيه، مفروض اغنيه مصريه من كلمات والحان استاذ محمد رفاعي المصري وهي رومانسية. حلو. فاحنا بنفكر نصورها. لا قولي لي. هي اسمها يعني حصري. حصري كرمالك صبحك بس لأنه تأخرت. هي عندها حيرين بين جوج عناوين بس هي البداية ديالها والمفروض أنه تكون أنا ما بقيت شخص. وغير الأغاني الجديدة ابتسام خلصت تصوير أول تلي فيلم إلى قالوا ابتسام يلي رح ينعرض بشهر رمضان المقبل. حكيني شوية عن قصة هذا ليه قالوا ابتسام. الفيلم بيحكي عن ابتسام التخيسي اللي هي إعلامية وعندها راديو ودائما بتحاول تاخذ المشاكل ديال الناس وبتحلهم. أوكي. اللي هما بين الزوج والزوجة. أوكي. مشاكل اجتماعية. ولكن في هذا الفيلم اللي بيصير إنه هي باغا تكون يعني صلحة خير بس بيصير العكس، فاللي بيصير إنه دائما بتضلها ببالك. يا جماعة ابتسام حكت لي الفيلم كله ما في. لأنه صبحي بيستاهل. شو بدي أعمل؟ ليكو مكملين اللقاء مع ابتسام بس هلا بقى الاسئله الصعبه. الله اوكي الله خلينا اول شيء يلا مع السلامه باي باي. ربنا معاكي بقى يا ابتسام لان بكره المواضيع هتبقى جد اكتر.